الإخوان السلام عليكم. الآن درس حول كيفاش نسيبريمي النقطة أو نحيدها لي نحيها، مبقاش غير واحد النقطة أو واحد المصير مبقاش واحد نمشي ليه، يعني ما فيه السامك أو شي حاجة بغيت نمحيه. كنشعل جي بي إس ديالي، كنهود الموني واي بوان أو تتشوفو فيه، كندير أونطري هيا، تندخل كنمشي لهاد لافليش، هيا هاد لافليش كنمشي هنا، كنمشي هنا تنهود سيبريمي، ها سيبريمي ياسات، كندير أونطري شو عاود كندير أوكي. لاحظو أنا غنسيبريمي ها ياس أوكي، هاي سيبريميات. ولكن حذاري، كتكون مرة عندك سيبريمي كدير أونطري هنا الفوق، ها فين كتشوف هنا في هاد البا كي يعني كيسيبريمي نقطة واحدة. أما هذا إلا هودت ليه بحال هاد الشكل راه تيمحي لك جميع النقاط اللي عندك في الجي بي إس، حذاري ثم حذاري. إلا هودتي هنا راه كتمحي النقاط كاملين، أما إلا بقيتي في هاد الفوقاني اللي غنرجع ليه دابا هاو كتشوفو هنا كتمحي نقطة بنقطة. أتمنى الدرس يفيد الجميع، وإلى درس آخر اللي غنعرفو كيفاش ندخلو النقطة. يعني واحد صيفط لي عيط له مثلا في التليفون قلت له ودي صيفط لي النقطة في الميساج ديال التليفون وصيفط عليا ما عرفش ندخلها، أو أن نقط سجلتهم أنا وبغيت ندخلهم، هي الطريقة كيفاش. أتمنى الدرس يفيد الجميع، وإلى درس لاحق أعانكم الله.